كابتن خالد العودي، برحب بيك من جديد، ويمكن اخش بقى على القامه الكبيره ورئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو مجلس الاداره السابق وعديد من المناصب، دكتورنا والاسطوره دكتور عمرو علواني. مبروك، تنظيم رائع ومميز واختيار اكتر من رائع النادي الاهلي على تنظيم هذه البطوله. حابب تقول ايه للبطوله والبنات الجمال جدا دول؟ انا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا المكسب للرياضه المصريه طبعا. التقييم في التنظيم وفي توزيع الجوائز والمنظر القائم ده، هي دي مصر اللي احنا عاوزينها بشبابها. الولاد اللي عرقوا دول هم الرياضه المصريه. انا بقول مبروك لمصر، لشباب مصر، للنادي الاهلي، للكره الطائره المصريه، ومبروك للاتحاد الافريقي اللي في مصر اللي بيقود افريقيا، وان شاء الله البطوله الجايه تكون احسن. لسه بطولة الرجالة دكتور عمرو، لسه النادي الاهلي ما حققش حاجة، لسه عنده مزيد من البطولات. ان شاء الله ان شاء الله. تحب تقول ايه لكابتن الفريق كابتن نهلة سامع؟ يعني واحدة من النجمات ومجهود كبير جدا. مبروك. قول ايه على الأداء المميز لنهلة وكل البلد المميزة؟ أنا بالنسبة لي دي لعبة جماعية، يبقى ما أقدرش أقول له واحدة أنت أحسن من الثانية، هما تيم ورك وبيلعبوا، وهي دي كابتن الفريق، واعتقد دي مثال مشرف للفتاه المصريه. مبروك يا نهلا. يلا الله يخليك.